الحكومة الفاسدة لا نريدها، الأحزاب لا نريدها. لم تعد التظاهرات الشعبية الغاضبة على أحزاب العملية السياسية مجرد احتجاجات على تردي الخدمات البلدية الأساسية في مدن العراق، بل هي في طريقها إلى أن تتحول إلى اعتصامات مفتوحة تنادي بإسقاط هذه الأحزاب، المتسبب الرئيسي في نظر المتظاهرين بكل ما مر بالعراقيين من محن خلال 15 عاما الماضية. فأحزاب العملية السياسية باتت تحت مجهر التظاهرات في وسط وجنوبي العراق باعتبارها السبب وراء كل أزمة سياسية داخلية أو خارجية. ففي عهد هذه الأحزاب فقد العراق ما مجموعه تريليون دولار أمريكي وفق أرقام رسمية، حيث ذهبت هذه الأموال على شكل صفقات تسليح وصفقات ما سميت بإعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، لم يستفد منها العراقيون شيئا، ناهيك عن فضائح الموظفين الوهميين المسجلين في دوائر الدولة والعقود النفطية المشكوك بنزاهتها. أموال طائلة على شكل موازنات سنوية انفجارية صرفت ولم يجني العراقيون منها شيئا سوى المزيد من البطالة وارتفاع نسبة الفقر وتردي في الخدمات العامة وتوقف شبه تام للزراعة والصناعة، والأهم من ذلك كله أمن ما زال مفقودا وقانون لم يعرف طريقه إلى الجنات وسراق المال العام. أزمات سياسية واقتصادية وأمنية لم تحرك لها أحزاب العملية السياسية ساكنا، فغير المنتمين إلى حزب متنفذ ليس لهم مكان للعيش الكريم في العراق، حتى جاء الرد من هؤلاء بعد سنوات عجاف أن كفى ردوا إلينا عراقنا. لا كهرباء ولا صحة، عم المسألة اسمع يا وطن، مسألة وطن، وطن، ما عليك كهرباء، اعطيني وطن.